السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن شابتر 3 اللي هو عبارة عن السامبلينج او العينات. طيب هنفترض مع بعض موقف ان في حد من حضراتكم مثلا وليكن هنسميه محمد، قابل علي وكان معاه كيس كانز او حلويات، يعني قال له يا علي اتفضل. فعلي خد واحدة من الكيس، علي خد واحدة من الكيس، قال له الله يا محمد ده جميلة، انت جايبها منين؟ قال له الكيس ده هتلاقيه في الرف التاني في الدور مثلا التالت في فتح الله. قال له طيب فتح الله ده بنروح له ازاي؟ قال له تمشي على شارع البحر لحد ما تلاقي كذا، او قبل كوبري طلخة هتلاقي فتح الله على ايدك اليمين. تعالوا نلخص الحكاية دي في نطاق شرح المحاضرة بتاعتنا النهاردة اللي هي السامبلينج. اللي محمد عزم، الكاندي اللي محمد عزم بيها على علي دي عبارة عن عينة، علي عجبته العينة اللي هو كلها، فسأل محمد انت يا محمد جايبها منين؟ بص عليها كده، ده النوع ده كويس قوي، النوع ده موجود ضمن كيس كاندس او علبة كاندس. العلبة دي موجودة فين؟ فمحمد رد على علي قال له في فتح الله في الدور التالت. طيب لو جينا نطبق الكلام ده او الموقف ده على يعني ايه عينة وازاي اقدر اوصل للعينة ويعني ايه مجتمع او population، هنجيبها من تحت. الحاجة اللي انت هتدرسها اللي هي الكاندي اللي انت دقتها دي، who is in your study، اللي تحت دراستك بالفعل دي بنسميها the sample. محمد شرح لعلي ازاي يوصل للمكان اللي بيبيع الكاندس دي، دي بنسميها the sampling frame. How can you get access to them؟ يعني ازاي تقدر توصل للسامبل؟ ازاي دي في الريسيرش بيبقى الديزاين، الريسيرش ديزاين بقى، هنروح المكان الفلاني وهنطلع الدور التاني وهنعمل ده، توصيف ازاي هنقدر نوصل للسامبل اللي احنا هنشرح عليها او هنطبق عليها الريسيرش بتاعنا. What population can you get access to? The study of population. دي بنسميها the study population. يعني ايه؟ The study population دي هنعتبر ان هو رف الكانس كله. تمام؟ رف الكانس كله اللي موجود عند فتح الله، بس انا مش هدوقه كله. انا هاخد عينة من الاكياس اللي هي عجبتني او العلب اللي هي عجبتني. تمام؟ طيب اخر مفهوم لازم نعرفه كويس جدا اللي هو who do you want to generalize to، يعني مين اللي انت عايز تعمم عليه القاعدة بتاعتك. ده ايه؟ ده حلويات فتح الله كلها دي كويسة، دي اسمها بنسميها ده theoretical population. ده كله بقى، كل الحلويات اللي عند فتح الله من النوع اللي انا كلته، فعرفت ان كل الحلويات او كل السامبل بينطبق عليها او اقدر اعمم عليها نفس القاعدة. طب تاني تعالوا نلخصها واحدة واحدة تاني. يبقى السامبل هي العينة اللي انا هحطها تحت الدراسة.
sampling frame ازاي اقدر اوصل للعينه دي. The study population الكيس او الكيسين اللي انا هاخد منه العينات. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا مثلا هعمل دراسه على اطفال في مدارس، دي المدرسه او المدرستين اللي انا هتوجه ليهم واخد منهم الاطفال دول اسمها ذا ستادي بوبيوليشن. طلعت قاعده معينه، بعد ما درست السامبل اللي انا حددتها. القاعده دي اقدر اعممها على ايه؟ على كل الاطفال اللي في المرحله العمريه دي اللي بيعانوا مثلا من كذا او اللي صفاتهم كذا، لازم اللي هم تحت نفس البند اللي انا درست عليه. خلاص؟ دي اسمها ذا ثيوريتيكال بوبيوليشن. يبقى ذا ستادي بوبيوليشن المكان او الحاجه اللي انا خدت منها بالفعل السامبلز بتاعتي، ذا ثيوريتيكال بوبيوليشن اللي انا هقدر بعد كده اعمم القاعده بتاعتي عليه كله. اللي ممكن لو اتطبقت نفس الظروف على سامبلز مشابهه تديني نفس النتائج، دي اسمها ذا ثيوريتيكال بوبيوليشن. من هنا نبدا مع بعض ان شاء الله باذن الله الاجنده بتاعتنا النهارده. هنتكلم عن بوبيوليشن اند سامبل، probability and non-probability samples, sample size, sampling error ازاي احسب الايرور في السامبل بتاعتي, sample weighting. طيب population and sample. One goal of scientific research is to describe the nature of a population that is a group or class of subjects, variables, concepts, or phenomena. يعني ايه الكلام ده؟ اهم او احد اهم الاهداف لاي ريسيرش ان انا بوصف طبيعة population. البوبيوليشن ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن جروب او مجموعة من السبجكتس. السبجكتس دي ممكن تبقى variables, data, concepts او مفاهيم، ظواهر سواء طبيعية او ايا كانت الظواهر دي. لو انا مسكت كل حاجة في البوبيوليشن بتاعي وبدأت اجرب عليها، الموضوع ده مكلف جدا ومش منطقي، كوست فلوس ووقت ومجهود. طيب علشان كده ايه طلع مفهوم ان انا ادرس جزء من العينة او عينة من البوبيوليشن بتاعي؟ طلع مفهوم السامبل. يبقى سامبل is a subset of the population that is taken to represent the entire population. يعني انا واخداها علشان تكون تحتوي على نفس صفات البوبيوليشن. يبقى بالتالي وانا بختار العينة بتاعتي لازم تكون تحتوي على نفس الصفات. مثلا خلينا في امثلة الاكل بتفتح نفسكم. فهن مثلا كرتون التفاح، اكيد عشان احكم على كرتونة التفاح دي وجودتها، فانا مش هروح هي تفاحة بايظة وحيدة مثلا اللي في الكرتونة مش هروح اخدها، لا انا هاخد التفاحة اللي تحمل مواصفات متوسطة بالنسبة للكرتونة دي. A sample that doesn't represent of the population regardless. A sample that doesn't represent the population regardless of its size is inadequate for testing purposes. The results can't be generalized. يعني السامبل اللي مش بتمثل البوبيوليشن بتاعي ما اقدرش ان انا اخدها علشان
فبالتالي هيبقى العملية الجنراليزيشن فيها مشكلة عندي. لو جيت عايزة اعمل جنراليز للثيوري اللي انا عملتها او للريزلتس اللي انا عملتها، مش هقدر اعمل لها جنراليزيشن على بوبوليشن ثيوريتيكال بوبوليشن كلها لو ما كانتش بتمثل البوبوليشن بتاعي. عندنا two types of sample. A sample that doesn't represent the population regardless of its size is inadequate for testing purposes. يعني ايه؟ مش مناسبة لو هي ما بتمثلش ال population، لو السامبل اللي عندي ما بتمثلش ال population بغض النظر عن حجمها، هتبقى مش مناسبة علشان اعمل التست بتاعي او تست للريزلتس اللي انا عايزة اوصل لها. فبالتالي the results can't be generalized. طيب عايزين نعرف مع بعض انواع السامبلز. عندي two types of samples، يا إما probability samples يا إما non-probability samples. probability samples is selected according to mathematical guidelines whereby the chance for selection of each unit is known. يعني إيه؟ يعني بختارها بناء على معادلة رياضية أو قانون رياضي معين وعارفة نسبة اختيار كل واحدة. في الـ probability samples allows researchers to calculate the amount of sampling error. بقدر أحسب الـ sampling error في الـ probability. لكن في حالة الـ non-probability samples doesn't follow the guideline of mathematical probability. يعني مش بناء على قاعدة رياضية معينة. تمام؟ طيب هنمسك واحدة واحدة من دول وهنعرف الأنواع اللي تحتها. إمتى أقول أو إمتى أحدد إذا كان هستخدم الـ probability أو الـ non-probability؟ بناء على أربع حاجات. أول حاجة purpose of the study، تاني حاجة الـ cost versus value، تالت حاجة الـ time constraints، رابع حاجة الـ amount of error allowed، غرض الدراسة، الـ cost المتاحة ليا. علشان cost دي هنتكلم فيها عن تلات حاجات أو لازم أخد في حسباني تلات حاجات: time، money، effort. وتالت حاجة التايم كونسترين، أنا عايزة أعملها في وقت محدد، يعني في الساعة الفلانية أو الصبح أو بالليل، دي مهم جدا. رابع حاجة كم الإر المسموح اللي ممكن أوصل ليه. طيب stages in the selection of a sample، ايه هي الخطوات علشان اختار العينة بتاعتي؟ اول حاجة define the target population، ابدأ احدد الـ population اللي انا هختار منه الـ sample بتاعتي. بعد كده select a sampling frame. على مثال الكانداز اللي في الاول هنفترض ان البوبوليشن هو ايه؟ هو فتح الله مول مثلا او فتح الله ماركت. السامبلنج فريم الطريق اللي انا هروح بيه لفتح الله، وهروح الساعه كام، وهعمل ايه بالظبط، ده اسمه السامبلنج فريم. هختار الطريق اللي يوصلني وازاي هبدأ أختار العينة من ضمن الـ population، وإيه هي الخطوات علشان أوصل للعينة الصح بتاعتي.
تالت حاجة determine if a probability or non probability. هختار ال probability إذا كان probability أو non probability. بعدين هبدأ أعمل plan لل procedure for selecting sampling units. هبدأ أحدد بالظبط الخطوات الإجرائية اللي جوه المكان ده أهو علشان أبدأ أوصل للسامبل يونت بتاعتي. بعد كده أحدد السامبل سايز. بعد كده select actual sampling units، أبدأ فعلا أخدهم وأجري بعد كده التجربة أو التجارب أو التست بتاعي عليهم اللي هي conduct الفيلد work. جميل. الستيجز دي مهمة جدا برضو في السامبل، ان انا ابدأ انظم تفكيري ازاي اختار العينة الصح. ودي اكتر حتة على فكرة في اي ريسيرش، ان انا اوصل للديتا او السامبل اوف ديتا. مثلا لو احنا في كمبيوتر ساينس مثلا ديتا سيت، او لو انا مثلا بجرب ابلكيشن على يوزرز او على فئة معينة او على حد، ازاي اوصل للفئة دي وحدد بالظبط ايه اللي انا هعمله معاهم او ايه اللي انا هعمله على الداتا دي وهكذا. دي بتبقى حتة شوية فيها هدك، لان احنا علشان هيتبنى عليها حاجات كتير جدا بعد كده. لو عملتها غلط كل اللي بعد كده عملية الجنواليزيشن والسيرش نفسها تبقى مش مظبوطة. types of probability samples، عندنا 5 types هنتكلم عليهم. simple random sample، systematic sample، stratified sample، cluster sample، multi-stage sample. هنمسك واحدة واحدة من دول بإذن الله تعالى وهنبدأ نتكلم عنها بالتفصيل. اول نوع معانا النهارده في البروبابيليتي سامبل اللي هي سامبل راندوم سامبل، وده اشهر نوع. في منه اللي هو without replacement او راندوم سامبل with replacement. طيب يعني ايه راندوم سامبل؟ الاول اللي هو الاختيار العشوائي البسيط او العينه العشوائيه البسيطه، اللي هي بيبقى كل وحده او كل سبجكت في البوبوليشن ليه نفس الفرصه في الاختيار او نفس نسبة الحدوث. عندي 2 types قلنا اللي هي without replacement اللي هي the most widely used random sample اللي هي بدون احلال. يعني ايه بدون احلال؟ اللي انا اخترته بخرجه من حساباتي بعد كده. لكن random sample with replacement اللي انا اخترته برجعه للpopulation تاني، ببدأ اختار تاني، فبالتالي بياخد نفس نسبة الحدوث مرة تانية. sampling with replacement involves returning the subject or unit into the population so that it has a chance of being chosen another time. طيب دي بنستخدمها امتى؟ غالبا بيبقى زي مثلا التليفون سامبل، وكتير قوي مننا مر بيها، اللي هي حد يتصل بيك او شركة الاتصالات تتصل بيك. دي بتبقى راندوم سامبل بناء طبعا على كريتيريا عندهم، بس هي راندوم سامبل برضو في الاول وفي الاخر. بيتصل بالرقم الفلاني، ده رقمك مثلا فايز بالجائزة الفلانية او هنعرض عليك العرض الفلاني او الى اخره. تمام. ممكن ارجع رقم تاني اللي انا اخترته وابدا اختار تاني من اول وجديد، وبالتالي ممكن نفس الرقم اتصل بيه مره تانيه. او without replacement اللي هي خلاص اللي انا اخترته بخرجه وببدا اختار من بقيه البوبوليشن اللي عندي. طيب جميل. نشوف مع بعض الصوره دي كده. دي بتمثل الراندوم سامبل. انا ما بختارش بناء على حاجه معينه، انا قدامي ليست معين وببدا اختار منها بشكل عشوائي. ليها مميزات وليها عيوب. المميزات بتاعها
Detailed knowledge of the population isn't required. External validity may be statistically inferred. يعني أنا ممكن أعممه على على أعمل validation يعني أو أعمل external validity للعينة بتاعتي. Representative group is easily obtainable. سهل ان انا اوصل للجروب بتاعي اللي انا هيمثل خصائص اللي انا عايزاها. The possibility of classification error is eliminated. طيب العيوب بتاعتنا. A list of the population must be compiled. بجهز بتحتاج بس تجهيز بسيط كده في الاول علشان ابدا اختار من البوبوليشن دي. يبقى لازم يكون عندي لسته بالعينات كلها وببدا اختار منها بالبوبوليشن كلها وببدا اختار منها العينات بتاعتي. Representative sample may not result in all cases. انا ممكن الحته دي خطيره قوي يا ولاد. ليه يعني ايه representative sample may not result in all cases؟ يعني ان انا العينة بتاعتي ممكن ما تمثلش كل الحالات اللي قد يمكن دراستها في البوبوليشن. ودي كون خطيرة جدا في الراندوم سامبل. The procedure can be more expensive than other methods. يعني ايه الكلام ده؟ ده الموضوع رخيص يعني مش مكلف ولا حاجة زي ما انت بتقولي. ده احنا بنقول ان هي سريعة. بس قد يكون السرعة دي costly. يعني ايه costly؟ يعني بعد ما اخترت العينة بتاعتي واجريت التجربة ارجع اختار تاني لقيت نسبة الايرور ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون الريزلتس كلها فيلد، كل يعني ممكن يحصل اي مشاكل تخليني اختار من اول وجديد واعيد الميثودولوجي من اول وجديد. فبالتالي البروسيجر كان بي مور اكسبنسيف ذان اذر ميثودز. تاني نوع معانا النهارده اللي هو سيستماتيك سامبل، اللي هو شبيه بالراندوم سامبل بالظبط. Used in social research, they often save time, resources, and effort when compared to sample random samples. بس بتبقى أنا بزود بستيب معينة. يعني مثلا بختار رقم 1 أو number 1 وبعدين 10 وبعدين 20 بانكريز باي مثلا 10 أو باي 2 او باي 4. بحدد انا الستيب في الاول وامشي عليها في كل الاحوال. ممكن نشوف مع بعض الشكل ده هيفهمنا اكتر. يعني انا مختارة مثلا بدأ من 8 بعدين زود 20 يبقى ايه 28 بعدين زودت 20 كمان يبقى 48 وهكذا. ليها بوز وليها كونز وقريبة جدا من الراندوم سامبل. المميزات بتاعتها selection is easy و selection can be more accurate than in sample random sample و the procedure is generally inexpensive. مش غالية. لكن ال cons بتاعتها a complete list of population must be obtained. لازم ابقى عارفة كل صفات ال population بتاعي قبل ما اجري التجربة بتاعتي. Periodicity may bias the process. دي بقى مشكلة خطيرة جدا. تعالوا نفكر فيها مع بعض. ازاي ممكن يحصل تحيز؟ ناخد ثانيتين كده نفكر فيها. يعني ايه تحيز الاول؟ يعني العينة اللي تم اختيارها بيكون فيها صفات لا تجمع صفات
البوبوليشن اللي تحت الدراسه. هنقول مثال مع بعض. المثال بتاعنا ان احنا لو عندنا انا كان عندي مثلا لسس لكل سنة تالتة. اللسس دي كانت مترتبة مثلا بالجريدز بتاعتهم، مثلا امتياز جيد جدا وبعدين جيد وهكذا. تمام، كل قائمة مترتبة من سواء يعني ascending او descending مفيش مشاكل، المهم كل القوائم مترتبة. في الحالة دي اقدر اختار systematic؟ لا، لان لو اخترت systematic انا كده مثلا همشي 1 وبعدين 10 وبعدين 20 وبعدين 40 وهكذا. قد يكون اللي انا بختاره يحمل نفس الصفات، كلهم متشابهين. يعني مثلا انا اخترت العينة بتاعتي كله مثلا اللي واخد جيد، طلع ده حظي لانه مترتب. يبقى لو population بتاعي مترتب ما طبقش systematic sampling، لكن لو population مش مترتب ممكن اطبق systematic sample او random. لكن لو مترتب، لو population مترتب ما اقدرش اطبق الا الراندوم. يعني لو كان في اختيار ما بين السيستماتيك والراندوم يبقى اختار الراندوم. فهمنا يا شباب؟ تمام. طيب تالت نوع الستراتيفايد سامبل. ستراتيفايد يعني ايه؟ ستراتا يعني طبقات. يعني انا هختار العينة بتاعتي بناء على variables معروفة ليا، وليكن age معين، sex معين، religion معين، income level معين، او حتى اشخاص معينين بيحملوا صفات معينة. طيب يبقى stratified sample: in some projects researchers want to guarantee that a specific subsample of the population is adequate is adequately represented. Include almost any variable زي age, sex, religion, income level or even individual who listen to specific radio station or read certain magazine. تمام، ناس معينة بتعمل حاجة معينة وبيشتركوا في خصائص معينة. في الحالة دي ببقى بختار بناء على نوع sampling اسمه stratified sample. يبقى لو عندي variables بختار بناء عليها يبقى بختار بناء على stratified sample. لو احنا في الصورة دي مثلا عندي الـ population، عايز اختار مثلا اللي بينضموا لفريق معين، فبأبدأ اقسمهم بناء على strata طبقات معينة، ومن كل strata بختار sample. دي على بعضها كده اسمها stratified. محدش يقول لي ان احنا اعدام عملنا من كل استراتا بشكل راندوم اخترنا منها يبقى ده مش استراتيفايد. لا، دي في الحالة دي استراتيفايد، دي كلها كباكج واحدة اسمها استراتيفايد سامبل. لان بعد شوية هناخد المالتي ستيج، وممكن المالتي ستيج اللي هي اكتر من تو ستيج بختار بيها السامبل بتاعتي، فمحدش يجي يتلخبط ما بين الاستراتيفايد والمالتي ستيج. انا بقسم الاول لطبقات، البوبوليشن بتاعي لطبقات، من كل طبقة ما بدرسهاش كلها، لا انا بختار منها عينة برضو بشكل عشوائي. تمام، برضو ده مثال تاني. ليها مميزات وليها عيوب زي اي نوع سامبل. المميزات: representation of relevant variable
is insured يعني انا متاكده ان هي بتحقق ال variables بتاعتي. Comparisons can be made to other population ممكن اقارنها على نفس ال population اللي انا واخده منها ال sample بتاعتي. Selection is made from a homogeneous group يعني كل الجروب بتاعي اللي انا مختاره منه كله ذو صفات واحده او متقاربه جدا. Sampling error is reduced فبالتالي نسبه الخطا علشان كله homogeneous فنسبه الخطا بتاعتي بتبقى قليله في الاستراتيفايد سامبل. الكونز بتاعتي a knowledge of population period to selection is required باخد وقت شويه علشان اعرف كل حد في البوبوليشن بتاعي وببدا اصنفهم بناء على الفاريبلز اللي انا حطاها وكل ما كترت الفاريبلز كل ما خدت وقت اطول وده منطقي جدا. The procedure can be costly and time consuming لسه احنا قايلين الكلام ده ان احنا بناخد وقت طويل. It can be difficult to find a sample if incidence is low يعني ممكن لو انا عندي الافراد او الناس اللي انا ممكن او الداتا سيتس او اي حاجه انا بختار منها لو انا حاطه فاريبلز كتير وشروط كتير قوي ممكن تبقى صعب ان انا اوجد عينه مناسبه في ظل تلك الشروط. فاريبلز that define strata may not be relevant يعني ممكن تكون ال variables اللي انا حطاها علشان اعرف الطبقة بتاعتي ممكن ما تكونش مناسبة للريسيرش بتاعي فبالتالي برضو لازم ابقى دقيقة جدا. كل الكونز هنا بتقول لي ان انا لازم ابقى دقيقة تمام علشان ما اضطرش ان انا اضيع او كونسيوم الكوستس في الفاضي او ان انا ما الاقيش العينه بتاعتي من ضمن الاستواتا او الانسيدنس او البوبوليشن اللي انا هختار منها. رابع نوع في البروبابيليتي سامبلينج اللي احنا هنسميها كلاستر سامبل. يعني ايه كلاستر؟ يعني select the sample in groups or categories يعني ايه؟ يعني بختار في السامبل بتاعتي من ضمن ايه؟ من ضمن مجموعات او فئات معينة مش فئات اللي هي الطبقات اللي احنا استواتا لا دي الكلاستر غالبا بتتم على المدن. لو انا عايزه اخد سامبل من حي شرق في مدينه المنصوره مثلا فحي شرق في مدينه المنصوره ده حي كبير جدا في شوارع كتير في مئات الشوارع وفي كل شارع فيه مئات البيوت تمام فازاي هقدر اخد السامبل من الحي ده فببدا استخدم الكلاستر سامبل او ممكن استخدم معاها حاجة تانية لو انا هزود variable يبقى مثلا cluster مع stratified او اي حاجة. المهم دلوقتي خلينا في الكلاستر اللي هو بناء على احياء معينة واختار مثلا خمس شوارع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن الشوارع دي بشكل random هختار بيوت ومن البيوت دي بشكل random هختار افراد وهكذا تمام. This procedure is known as cluster sample. For example analyzing magazine readership habits of people in Mansoura would be time consuming يعني انا لو انا قعدت اقرا كل ادرس كل واحد بيقرا مجله في مدينه المنصوره هيبقى طبعا time consuming جدا and complicated if individual subjects were randomly selected لو انا اخترت حتى بشكل random هيبقى برضه complicated لكن في الكلاستر بتديني شيء من النظام. One cluster divide the state into districts, countries or zip code areas and select the groups select بعد كده الجروبس بتاعتي من البيبل دول from these areas بناء على الحركة التنظيمية اللي أنا عملتها في الأول. تعالوا نشوف
لو انا عندي population هقسمه لكلاستر 1 كلاستر 2 كلاستر 3، من ضمن الكلاستر دي ابدأ اعمل randomly sample within each cluster. بعد ما هعمل randomly sample هيطلع عندي sample 1 sample 2 sample 3 من كل cluster. لو احنا على مثال الاحياء، انا قسمت المدينة بتاعتي لسكشن 1 سكشن 2 سكشن 3 سكشن 4 سكشن 5، اخترت سكشن 1 وسكشن 5، اخترت مجموعة بيوت من سكشن 1 وسكشن 5، هبدأ ادرسهم دراسة او هحطهم تحت الدراسة بتاعتي. لكن بقية الاحياء وبقية المنازل انا ماليش دعوة بيها. تمام، ليه مميزات وليه عيوب زي اي نوع سامبلينج خدناه. المميزات بتاعته: only part of the population need be enumerated. Causes are reduced if clusters are well defined. يعني انا لو خططت كويس وعرفت انا نازله فين ورايحه فين بالظبط وهقسمها ازاي، هقلل التكلفة جدا، مش هحتاج اسيستنس كتيرة في عملية الجمع البيانات، ولا هحتاج فلوس. يعني ولا كل اسيستنس او كل عملية جمع بيانات بتاخد ماني، بتاخد تايم، بتاخد ايفورت، فالكوسس كلها هتريديوس. Estimates of cluster parameters are made and compared to the population. الكونز بتاعتي: sampling errors are likely. وارد حدوثها، طبيعي الايرورز وارد حدوثها هنا جدا. clusters may not be representative of the population. انا طلع الحظ اللي مجموعة البيوت اللي انا اخترتها من كل حي ليهم صفات متقاربة، بس بقية الاحياء ليها صفات تانية او ليها كاركترستكس احتاجها في الدراسه بتاعتي بس ما تمش تناولها. تالت disadvantage: each subject or unit must be assigned to a specific cluster. كل subject or unit must be assigned to a specific cluster. وبالتالي الحكاية دي ممكن تبقى time consuming برضو في الآخر. آخر نوع معانا في الـ probability sample الـ multi-stage sampling. يعني إيه multi-stage؟ يعني مراحل، كذا مرحلة، بختار العينة بتاعتي على كذا مرحلة. Selects samples using more than two sampling technique. More than two، محدش يقول لي الكلاستر علشان فيها random sample من الكلاسترز اللي انا قسمتها يبقى كده مالتي ستيج، ولا يقول لي الاستراتا عشان فيها جزء راندوم سامبل من الاستراتا اللي انا قسمتها مالتي ستيج. لا يا جماعه، المالتي ستيج بتبقى غالبا تبقى اكتر من مرحلتين. يعني مش الكلاستر هي على بعضها كده، على بعضها باكج، على بعضها فيها راندوم. الاستراتيفايد برضو باكج على بعضها فيها راندوم. لكن لو استخدمت مثلا كلاستر مع ستراتيفايد مع سيستماتيك، يبقى في الحاله دي بسميها مالتي ستيج. او حتى ممكن تبقى كومبينيشن ما بين بروبابيلتي سامبل ونان بروبابيلتي سامبل، في الحاله برضو دي بتبقى مالتي ستيج. Rarely used because of the complexity of its application، صعبه في التطبيق. غالبا مثلا حاجة زي الأفلام الوثائقية الكبيرة أو الأبحاث اللي بتتم على شعوب أو على أعراق معينة، في الحالة دي بيستخدموا المالتي ستيج، ودي بتتم من خلال حكومات ودول أو مجموعات بحثية كبيرة جدا بتبقى ممولة برضو من هيئات كبيرة. تمام،
هيئة الأمم المتحدة مثلا بتدرس فئة معينة من سكان جنوب أفريقيا أو أدغال أفريقيا، فبالتالي بعت معدات وتفاصيل كتير وسامبل بتاعتهم تبقى كبيرة والوقت اللي هيقضوه معاهم كبير وحاجات كتير جدا بتتطلبها المالتي ستيج، واهمها الكوست والتايم، الفلو الماني والتايم ككوستس requires a lot of effort, time and cost زي ما احنا قلنا. حالة زي دي مثلا انا دلوقتي عندي country معين قسمته لسيجمنت، السيجمنتس قسمتها لهاوس هولز، الهاوس هولز قسمتها لانديفيدوالز او اخترت انديفيدوالز منها، فبالتالي في الحالة دي اخترت كذا نوع من انواع السامبلينج تكنيكس، وبالتالي هنا بسميها مالتي ستيج. لحد هنا خلصنا البروبابيليتي سامبل، خدنا 5 انواع منها: راندوم، سيستماتيك، ستراتيفايد، كلاستر، مالتي ستيج. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هتبقى هناخد بقيه السامبلينج تكنيك، وبعدها هنبقى ناخد ان شاء الله باذن الله مسائل لازم تذاكروها كويس وتفهموها كويس وتكونوا واضمنها كويس، علشان هنبدا ناخد مسائل على السامبلينج تكنيك، وامتى في حاله ايه اختار ايه وازاي اختار حجم العينة، والكلام ده كله إن شاء الله بإذن الله هنعرفه مع بعض. أشوفكم على خير بإذن الله.